رسالة موجهة إلى وزير الصحة محافظ السماوة، خلية الأزمة بالسماوة كلها. أنا موظف صحي وهي هويتي، موظف صحي داوم مستشفى الخضر. انتهى الدوام طلعت من المستشفى رايح للبيت، حتى ابني ما راح يتلقاني. ليش؟ أنا أغسل ملابسي يومية من تعب شيب أبو بوي من الصبح للساعة بالثنتين الظهر، وثاني خفارات جاي نلزم ملابسي، ما ابني ما يتلقاني. هم حالي حالكم، هم خايف من المرض وهم متنقب وهم روحي. اطلع بسيارتي الخاصه، يقول له اقول له موظف بالصحه الشرطي اللي ما يعرف يقرا ويكتب، شرطي مخلي له واقف بالسيطره ما يعرف يقرا ويكتب، يقول له نفس هويتي مال تبوي مال تقاعد، انت مو بالصحه داوم. اروح يشمونها عند المرور، تجي المرور يقص لك وصل ب 100,000، يقص لك وصل ب 100,000 اللي هم مفرزه طالعه من السماء القضاء الخضر بقوه ضابط ما اعرف اسمه، لكن السياره اللي طالعين بها مرقمه 4000042، يعني 4042 يلزم الواجب وطالع شرطي. اقول له موظف بالصحه منتهي دوامي ورايح للبيت، يقول لي اطبق وياخذ هويتي وياخذ سنويتي، ووصل ب 100,000، ووصل ب 100,000. انا من تعب شيب ابوي نهاري كله وليلي كله لازم خفارات. ابني هسه اروح للبيت ما طوب زين، انت اذا بروح ابوك شرطي وتمثل بلد وحاط لك مرسوم جمهوري وواقف السيطره، وانا اداري انسان مثقف عرفت شكلك غلط وما ثقيت فيك، كيف المواطن العادي اقول لك 100,000 راح اخسر؟ تقول لي اي وقاعد 100,000، يعني شنو قاعد 100,000؟ انت جاي بالضبط، بس فهمني مغزاها مع قوسين جاي تاخذ، يعني جاي تاخذ شيء قانوني.